جنود المنطقة العسكرية السادسة باتجاه برط العنان آخر معاقل الميليشيات في محافظة الجوف من جهة صعدة، قراءة في سير المعارك هناك مع الزميل محمد العرب. متابع. تتقدم الشرعية باتجاه مديرية برط العنان آخر معاقل الحوثيين قبل دخول صعدة من جهة محافظة الجوف. برط العنان إن شاء الله أنا أسهل من حق خب الشعف، لأن خب الشعف كبيرة جدا واسعة، أما برط العنان فهي قليلة. ماذا عن الحوثيين؟ الحوثيين بدأوا في الانهيار، بدأ في الانهيار وترك معداته وترك معسكراته. التقدم الأخير في الجوف أكسب الشرعية 2% من مساحة عموم اليمن، لتتقلص رقعة انتشار الميليشيات إلى 13% دون حساب الفئة الصامتة التي ذاقت الأمرين في ظل تسلط الميليشيات. على مستوى الجرحى وقتل الميليشيات، هل هم أسماء كبيرة؟ نعم، هناك أسماء كبيرة، ومن ضمنهم أبو جبر الزايدي ومرافقيه قتلوا في منطقة اليتمة قبل 3 أيام عندما دخلنا، وهناك السيد نفسه يقيم لهم عزاء ومأدبة على مقتلهم، وهذا من منجزات الجيش الوطني، وهناك أسرى شخصيات كبيرة. أما الموقف في عموم الجوف فهو كالتالي: 90% من الجوف للشرعية مقابل 4% للميليشيات، و6% منطقة اشتباكات تصب في صالح الشرعية لامتلاكها عوامل التفوق العسكري، وأولها الطيران جوا والمدفعية وراجمات التحالف برا. ننتقل إلى المديريات الموالية لنا مثل برط العنان وبرط رجوزة والمراشي وحرف صفيان والخط الرابط بين العاصمة صنعاء وصعدة، وهي مربط الفرس هناك على أساس يكون قطع أدابر الأفعى. سير المعارك على جبهة الجوف يفتح الباب على مصراعيه باتجاه عمران وصعدة وصنعاء. من وسط اليتمة مركز مديرية خب الشعف مع قائد جبهة اليتمة، أنهي جولة الخاصة لقناتي العربية والحدث محمد العرب. أظهر مقطع